أصبت بمرض منذ 5 سنوات، وبسبب مرضي صرت أتعب في تأدية الصلاة، وبناء عليه فقد تركت الصلاة مدة تزيد على السنة، فماذا يجب علي؟ هل يجب القضاء أم ماذا أفيدوني؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة لا تسقط على المسلم بحال ما دام عقله ثابتا، لكنه يصليها على حسب استطاعته. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. المريض يصلي على حسب حاله وحسب ما يقدر عليه. قوله صلى الله عليه وسلم للمريض: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. دل هذا على أن المريض يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة. وإن كان يستطيع تطهر بالماء فإنه يتوضأ بالماء من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر بالماء. وإذا كان لا يستطيع استعمال الماء ما لعجزه عن ذلك أو مرضه فإنه يتيمم بالتراب. قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ذكر من جملة المعذورين المرضى إذا كان يشق عليهم استعمال الماء يضرهم فإنهم يتيممون بالصعيد، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. وإذا استعمل المريض هذه الرخص الشرعية لم تشق عليه الصلاة ولا يجوز له تركها. صلي على حسب حاله، صلي على فراشه قائما أو قاعدا أو على جنب، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع، يعني يومئ برأسه بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، كما جاء في الأحاديث. تركك الصلاة هذه المدة أو أقل منها أو أكثر غلط كبير، وبناء على ذلك يجب عليك القضاء. يجب عليك قضاء صلوات سنة، تقضيها بالترتيب، اليوم الأول والذي بعده والذي بعده، إلى أن تخلص كل فرض قبل الذي بعده من الصلوات الخمس. وإذا وزعتها على فترات تصلي في كل فترة ما تيسر من الأيام، ثم في الفترة الثانية تصلي، وكذلك الثالثة، وهكذا حتى تنتهي السنة، فلا بأس بذلك. المهم أنه يجب عليك القضاء، وأنت مخطئ في تركك الصلاة، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة نوصي المرضى شفاهم الله ومن عليهم بالشفاء والعافية، نوصيهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدوا الصلاة على حسب استطاعتهم، وهم على فرشهم أو على أسرتهم حسب ما يستطيعون، ولا يتركوا الصلاة تفوت تخرج عن وقتها، أو يؤجلونها، أو يقولون: إذا شفينا اغتسلنا، أو إذا شفينا توضأنا وصلينا. هذا جهل. وحتى لو كان على المريض ثياب نجسة وهو لا يستطيع خلعها إزالتها واستبدالها بثياب طاهرة، فإنه يصلي فيها ولو كانت نجسة ولا يعيد الصلاة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا منتهى استطاعته. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.